عندنا بقى اسئله لبعض اصدقائنا يعني عايزين نجاوب عليها عشان برضو في الكنترول سالني كذا سؤال. طيب ظهور البقعه البيضاء لما بتظهر هنا في الضوافر ده بيدل فعلا على نقص فيتامين زي ما بنسمع كنا زمان ايه ده بص ضوافرك انت عندك نقص فيتامين يا ترى يبقى فيتامين ايه ولو ده حقيقه يعني ما دام ما عنديش عدوى فطريه او حاجه برضو برجع اقول عشان برضو بنرجع نستشير الدكتور بتاعي اقدر اقول وقتها ان ممكن يبقى نقص كالسيوم وممكن زنك لكن هو بيبقى مين لي كالسيوم. طيب طيب التئام الجروح بقى مثلا انا اتعورت كنا زمان الاول انت عارفه كنا صغيرين الواحد ياخد تاني يوم تلاقيه عمل قشره ويعني ما شاء الله علينا كنا فريره دلوقتي ممكن بتاخد وقت شويه هل لو هي بتاخد وقت بيبقى ليها علاقه بحاجات معينه ولا ممكن يبقى برضو بنقص فيتامين سي؟ بيبقى ممكن يبقى نقص فيتامين سي وكمان بيبقى ليها علاقه يعني انا لازم اطمن على سيوله الدم عندي واستشير الطبيب بتاعي واطمن على مستوى السكر لان السكر لما بيرتفع وبخش ببقى دايابيتك اكيد السيوله عندي بتبقى عاليه فلازم برضو اطمن على نفسي لو انا الدنيا تمام ممكن وقتها اقول انه نقص فيتامين سي. فيتامين سي بيساعد جدا على التئام الجروح هايل. طيب الكدمات بقى ساعة ننام ونصحى نلاقي كدمه كده ما تبقيش عارفه هي ايه او لو لا قدر حد فينا اتخبط يعني وقتها بتبقاش باينه قوي بس صح. بعد كده بتاخد وقت عقبال ما بتروح كانت الاول بتاخد لها يومين ثلاثه وبتروح ممكن مدام لو ما عنديش برضو ارجع اقول مشكله في الدوره الدمويه باخد الب مالتي فيت فيتامين سي رائع لمقاومه هذه الكدمات. طب السؤال بقى دلوقتي فيتامين سي فعلا للولاد الصغيرين انا يعني ده دايما الدكتور يقول ايه لازم نديهم مع الحديد فيتامين سي طبعا بيبقى الفتره كده حتى بيدعموا فيتامين سي اكتر فترات الشتاء طبعا بس انا شايفه احنا ك يعني ناس عاقله بالغه سليمه بناخد المفروض جرعتنا قد ايه من فيتامين سي؟ فيتامين سي انت عندك لغايه 1000 ملي جرام ما فيش مشكله يعني لو باخده كده وانا شايفه ان انا كويسه وتمام والحمد لله ما عنديش مشكله اقدر اخد في الالف مالتي فيت اللي فيه 500 بس طالما ماشي عليه كل يوم هو ده بقى هي قصه كمان في قلب مالتي فيت مسته في تركيزه فانت عندك 500 ملي جرام فقط فتقدري تمشي عليه ما عنديش اي مشكله وتاكلي سلطات طبعا فيتامين سي موجود في البرتقال انت على طول بتشوفي اول ما يجي لنا برد على طول والليمون وعلى فكره موجود في الطماطم طماطم موجود في الكريز بس هي الصوديوم فيها نسبته عاليه شويه موجود في الكيوي قوي الكيوي رائع والجوافه الجوافه دي رائعه برضه طبعا فاقدر اخد الف مالتي فيت لانه فيه 500 ملي جرام تركيز حلو كمناعه مش قليل عليها مش قليل طبعا خالص في نفس الوقت ما بخافش ان انا اخده يوميا لايف تايم فهمت جدا. الصداع الشديد ده بقى ده ممكن بجد يبقى كده ولا الصداع الشديد اصل بيجي الاطفال اطفال تصدع ليه احنا بنديهم كل الاكلات الكويسه بنديهم فروتس بنديهم خضروات وبنديهم كل حاجه من اسباب يعني ايه طفل يصدع دي انا مش قادره اقسم بالله لازم اولا ينام كويس برضو ارجع اقول النوم بيبقى لو بينام كويس ويشرب ميه كويس لان الجفاف بيعمل صداع ومهم فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين مهم جدا جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء لو الكوبالامين مش موجود اكيد ممكن يحصل صداع لان مفيش خلايا حمراء دم كفايه عشان الاكسجين وتوصيل الاكسجين وحاجات كده فممكن يؤدي الى صداع ففيتامين بي 12 مهم قوي بلس النوم كويس بلس ان انا اشرب ميه كويس جدا وامتنع او اقلل الحلويات انا على طول بقول للاطفال الامهات ليهم عامل ان هم مش طول الوقت عشان يسكتوا ابنهم او تسكت بنتها تديها الجيلي والحاجات اللي احنا بنشوفها في السوبر ماركتات انا بخش والله عظيمه احيانا سوبر ماركت الاقي مثلا ام بنتها بتشتري المحل كله شوكليت وحاجات كتير انا ما بقولش انك تحرمي البنت لا بس اديها بمحدود بالظبط اديها بمحدود عشان لا. بعد كده لما تكبر الاطفال لما بنربيهم على حاجه معينه بيكبروا في صحتها في صحتهم بيكبروا عليها صحيح دي حقيقه احنا اتربينا والله تربيه بجد شابو لاهالينا كلهم والجيل القديم دول ما فيش منهم ابدا في الدنيا يعني احنا بنجتهد نبقى زيكم بس ربنا يقدرنا طبعا انا طبعا يعني بصي مبسوطه لانه الاسئله كلها اللي جايه في حياه حياتيه كلنا بنعاني منها حاجات بتجي لنا كده بس ما بنبقاش مركزين قوي يعني صح. هي دي فعلا ممكن يبقى بس عارفه عشان انا جربت وبدات اروح للدكتور والاقي والتحليل يطلع فبدات احس ان اول ما احس الاحساس ده اقول انا لازم اروح اعمل التحليل فورا اروح للدكتور واعمل التحليل واشوف الدنيا فيها طبعا إيه. لا ما نستناش ما نستناش يعني لا ما نطنش
في ناس بتطنش وستات بتطنش، بس ده بيأثر عليها طبعا. حرام بشكل سلبي جدا. بيأثر اكيد، لكن أكيد. احنا مع الفيتامين ده بجد امان، اقدر يعني اخده طول الوقت، ما عنديش مشكله. امان جدا. الجرعه كبسوله واحده كفايه، ما بنكترش على الكبسوله. الجرعه المصرح بيها والمرخص بيها هو كبسوله واحده في اليوم. يمكن لو ست او راجل محتاجين اكتر، ده وقتها بتستشير الدكتور. أوكي. وامن جدا، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، سعره رائع، موجود في الصيدليات في كل محافظات مصر.